اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن اسمحوا لي قبل ما ابدا رحلتنا النهارده اكلمكم عن قضيه شديده الاهميه، هي قضيه شركه ديزرت ليكس على طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي، وتحديدا في الكيلو 80 تقريبا. هذه الشركه تعمل في مساحه تقترب من حوالي 800 فدان منذ عام 1991، يعني بدات اعمال الاستصلاح والاستزراع عام 1991، وتم استصلاح المساحة بالكامل. هذه الشركة لها علاقة بالأستاذ طارق نور الخبير الإعلاني المعروف، وبالتالي حدث تداول كبير لهذه القضية، وللأسف بعض أو كثير من المعلومات حول هذه القضية تم تداوله بشكل مغلوط ومتعمد بهدف الإساءة إلى هذه الشركة التي تزرع 800 فدان كاملة وتنتج من هناك أفضل المحاصيل العضوية سواء للسوق المحلي أو للتصدير. هناك مدرسة للزراعة العضوية هي شركة ديزرت ليكس، والإساءة لها هي إساءة لشركة وطنية تعمل باستثمارات مصرية بنسبة 100% وتصدر إنتاجها إلى الخارج وتغطي احتياجات السوق المحلي من الزراعات العضوية وما أحوجنا إلى مثل هذه الزراعات. الحقيقة أن منذ عام 2009 بدأ الخلاف ما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض وشركة ديزرت ليكس ليس حول تملك الأرض ولكن حول سعر تملك هذه الأرض. القضية هامة جدا وتم تداولها بكثير من اللغط المقصود والمتعمد بهدف الإساءة إلى شركة ديزرت ليكس، وهي أبعد ما يكون عن الإساءة لهذا الوطن. هذه القضية هناك 6000 حالة مماثلة لها، يعني 6000 مشروع زراعي بنفس الحالة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتنتظر التقنين وتنتظر توفيق الأوضاع وتنتظر سداد مستحقات الدولة. شركة ديزرت ليكس أنا عارفها شخصيا، ودخلت هذا المشروع مرتين وثلاثة وصورت بداخله وقلت للناس يعني إيه زراعة عضوية من داخل هذا المشروع العملاق. مشروع كان يستحق التكريم وليس أن نهيل عليه التراب داخل صفحات السوشيال ميديا ونتهم أن فدان هذه الأرض ب 250 مليون جنيه وأن قيمة الأرض تقترب من 200 مليار جنيه. ده لو أرض في المريخ مش هيبقى الفدان ب 250 مليون جنيه. هذا أمر به الكثير من المبالغات. في بيان صدر من شركة ديزرت ليكس وبه العديد من التوضيحات للحقائق الغائبة في هذه القضية، هذا البيان يضع النقاط على الحروف ويوضح من هو المسؤول عن مأساة يواجهها نحو 6000 مشروع زراعي في مصر، لأنها باختصار حالات مماثلة لحالة شركة ديزرت ليكس. هسيبكم مع البيان، بعدها هنبدأ رحلتنا مع جدعان بلدنا. أصدرت شركة ديزرت ليكس بياناً بعنوان طارق نور والحقائق الغائبة في ديزرت ليكس، وقالت فيه: ربما حان الوقت لإعادة النظر في هذا السيل الهادر من الشائعات والأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة وتروجها بعض الأصوات والحسابات الوهمية والحقيقية على حد سواء، وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخبير الإعلاني طارق نور وشركة ديزرت ليكس التي تعمل في مساحة 800 فدان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية. والحقيقة أننا لا نستبعد أن تكون جهات وكتائب إلكترونية إخوانية تقف وراء تلك الأكاذيب بعد فشل عدد من المنتمين للجماعة المحظورة في الاستيلاء على الأرض بالقوة منذ فترة. أولاً، إن كثيراً مما تم نشره في المواقع الإلكترونية بشأن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة 405 أفدنة و271 فداناً للدولة ليس له أي سند من الصحة، وما تم نشره يخالف ما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن القضية. إن الحكمين الصادرين في هذا الشأن لم يرد بهما بأي حال من الأحوال ما ينص على سحب الأرض من ديزرت ليكس، وإنما أشارت المحكمة إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عرضت البيع بسعر 50,000 جنيه للفدان، وهذا لم يحدث مطلقاً ولم يتم العرض على الشركة، وإلا لما اضطرت لإقامة دعوتين قضائيتين ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى تلتزم بتحديد سعر الفدان
وتحرير عقود بيع بعد استصلاح كامل مساحة 800 فدان من أراضي الصحراء بحيازة هادئة ومستقرة منذ عام 1991. ثانياً، مروج الأكاذيب يغفلون عمداً الحقيقة الأساسية، وهي أنه ليس هناك نزاع بين الشركة وبين الهيئة حول أحقية شركة ديزرت ليكس في تملك هذه الأراضي بعدما تم استصلاحها بالكامل، وإنما النزاع محصور فقط حول موعد تحرير العقود للشركة وتحديد سعر وتثمين هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لم يصل الشركة منذ عام 2010 حتى الآن. ثالثاً، القواعد الاستثمارية الراسخة في مصر كانت تطلب من المستثمر استصلاح وزراعة الأرض الصحراوية أولاً على أن يتم تحديد السعر لاحقاً، وهذا بالضبط ما فعلته شركة ديزرت ليكس التي حرصت على زراعة الأرض كاملة وجرت معاينتها من قبل الهيئة عام 2009 واستصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المعنية: القوات المسلحة، الآثار، الري، المحاجر، وذلك قبل التقدم بطلب لتملك الأرض وتحديد سعرها. والمفاجأة الصادمة هي أن اللجنة المعنية بتثمين الأراضي لم تجتمع منذ أكثر من 10 أعوام، بل أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أرسلت مذكرة بموافقتها على التصرف بالبيع للمجلس التنفيذي، غير أن المجلس التنفيذي لم يبت في الأمر منذ عام 2010 حتى الآن. وبطبيعة الحال طلبت الشركة بمحاسبتها بسعر المثل للفدان من تاريخ بدء استصلاح الأرض في عام 1991 طبقاً لأحكام القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، أسوة بباقي الشركات أو الأفراد في حالات مماثلة، غير أن الهيئة لم ترد على طلب شركة ديزرت ليكس حتى يومنا هذا. وبما أنه لم يتم الرد وبعد 3 سنوات من الانتظار، اضطرت الشركة إلى إقامة دعوتين قضائيتين ضد الهيئة لإلزامها بتحديد سعر للفدان وتحرير عقود البيع، وهذه القضايا مرفوعة من جانب الشركة ضد الهيئة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقود البيع عن مساحة 405 فدنة و271 فدانا. رابعاً، يتعين القول أن جزءاً من هذه الأرض متنازل عنه لأفراد جميعهم من عائلة طارق نور، وذلك لأنه لا يجوز البيع لأرض جار استكمال إجراءات امتلاكها رسمياً، أي أن التنازل في هذه الحالة قانوني بدليل أنه مصدق عليه في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. خامساً، شركة ديزرت ليكس تحترم أحكام القضاء وتكن لها كل التقدير والاحترام، وأنها حريصة على تأكيد حقوق الشركة والوفاء بالتزاماتها أمام الدولة، فلم يعرف عن أصحابها والقائمين عليها أنهم من أهل المناورة والتلاعب، وبالتالي فإنها ترفض بحزم كل تشكيك في التلاعب بسمعتها أمام الدولة والرأي العام. سادساً، شركة ديزرت ليكس أدت ما عليها من التزامات أمام الله والقانون والدولة، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة إلى سمعتها بأي صورة من الصور.